نعم، فالموت نهاية حتمية للجميع، وما هو إلا تحذير لك من معاناتك، ولهذا لن ألبي لك هذا الطلب. أريد أن أراك يائسا معذبا. سوف أبدأ. لا تؤذيه أرجوك، اتموت. فرانس، لماذا فعلت ذلك يا بابتين؟ ما السبب؟ لطالما حلمت بالصداقة ونلتها أخيرا. هاي كونت، ما الأمر المهم الذي ستكسبه من تصميمك على إيذاء الناس كما تفعل؟ وأنت يا أبي، ما الذي ستكسبه من قتل أمي والآنسة هايدي؟ الأمر المهم الذي تختلفان من أجله حتى تسعيا إلى إلحاق الأذى بالناس الأبرياء من حولكما؟ مهما حاولتما تسويغ فعلكما فسيبقى القتل هو القتل. أنتما لا تفعلان سوى الهرب، أنتما تسعيان إلى الانتقام ولا تتراجعان. أنت طيب القلب يا ألبرت، وطيبتك تجعلك ترى الناس مثلك، ولكنك لا تشعر بما يشعر به صديقي المسكين إدموند. من أنت؟ صديقك الجديد كونغوتسو. والكونت؟ إنه يستعد للدخول في غيبوبته الطويلة. أراك بخير يا بيرتو. هاي كونت، هذا هو المستقبل المشرق الذي كنت تحدثني عنه؟ ألست من قلت لي إن الأمل هو سر الحياة وترياقها وعلينا أن نتمسك به دائما؟ أين إرادتك؟ أين إنسانيتك التي عرفتك بها؟ عليك إلغاء الاتفاق مع كونغوتسو. اكتبر يا كونت، لن أدعك ترحل. لقد ولى زمن إدموند وليس في استطاعتك إنقاذه. لم يبقى منه سوى قلبه النابض، والقلب لا يسمع كلماتك. بل سيسمعها، فأنت غريب ولا تعلم شيئا عن البشر. سأخلصه. تحرر منه يا صديقي. خذلتني يا إدموند.